ضمت زي الفلاح مش محفوش يفز الليف ما بعملك هذيك المشاجة مش هذي الحوش ريح فايحة وفي نفس الوقت طاية من العين علي بسم الله ما شاء الله علي الحق يا ربي حويتها 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 علي يا ربي. السلام عليكم يا عم شو الأمور؟ أمه هذا أنا ذكرت إن عندك ليك أم باهي كويس الحمد لله لك ذكرت إن عندك ليك أم من يوم عطوك معاه دروك معقولة جاي تو تقول يا باهي اللي ذكرتني باهي اسمع بالله عليك شكلك كان كلام مش مداير غدا وأنا أجي عند الموت شو درت غداكم اليوم؟ غدا لحظة بس خليك معي ماكش إني غلط خليني نتأكد من الوقت إيه لا والله لساعة 6 المغرب إيه وحق ربي لساعة 6 المغرب 6 المغرب غدا شنو اللي جاي نصير فيه على غدا 6 المغرب من هنا نديرو في غدانا احنا من الساعة 1 بعدين ايه مش منك من مرتك اللي توا مش مكاتك شكلها حتى غدا مش مغدياتك وعلاش خيرها مش طيبك لك غدا جاي هنا تقول لي يا مش هو الغدا مش مجوزاتك انا مش نعانيك فوق ما نجوزاتك يا نار انا عندك عين مريضة تعب وبزيادة تتحرك وكم يا نار قداش فيها يوم لاقي اسبوع ونص مريضة شو فيها مريضة؟ ايدها مبتوراك متلوحة عالصين ما تقدرش تتحرك خاشة بغيبوبة اهواني مريضة نول نطيب ونصوبك ونعور في الحوش كله ونخلي فيه زي الفلة عندك علم عادي ما نقولش اي بكرة وربي يعني بحالي لا ربي انت الانواس توجع فيها تشكي منها قداش لا عندك عندنا كل جو شهرين ثلاثة تشكي منها توا زادوا عليها تعبت قاعد تراقد في السرير الواس اسمهم لوستين الواس هذا يقدر فيه فوق الكيكة حبيبي هذا وامش الواس هذا لوستين جايين الواس على خاطر الوستين ما تقدرش تتحرك عليها شو ليهم علاقة بين هي تكون طيب غدا وطيب صغار شوف روحك كيف مالي مسلول انت وصغار عندك عمي نهار انت وصغار حتى ما تراهم ما كلوش فالحين غدا تعطفين فلوس انت ياكلوا ماكلة الشارع انا قريب ديرهم دود فطنهم يتسمموا منها وانا ديما ننصح فيكم ان انتوا صغار ماكلة الشارع ما تاكلوهاش فهمت حتى انت كي تنصح في صغارك تخليها تنوض ما تنوضش بالدوخ تنوض بالعافية عندك عند تنوضها علاش راجل جاي ايام شنو ايام شنو مجوزات كيك مش نعانيك يعني شنو نضربها يا ما حرام عليك نقول لك مريضه نزيدها على الاولاد نزيد نضربها يعني خيرك شنو تقولي حتى انت لا نشوف هي دارين اي حاجه بسرعه هيك على السريع حتى سندوتش دافع عندك عندك جيعان والله ما مدارت لك حاجه زيد عليا غادي عندك عندك قسما بالله ما نشوف لك الموس في راسك عندك عندك زيد عليا غادي ما تدفعليش عليها ما تقوليش مريضه ما فيش سبب ما يخليهاش هذا كتسحب الحشة مره تنزل تعانيني حتى انا عزوزتها تنزل تعانيني ما كان سمعت كلامي كان سمعت كلامي فديت بنت خالتك مريوم انا نازله تعاون فيا انا عندك علم قعمزه برنسيسة انا نتحركش ما ندير بشيء هيك عاد هذا كانتي كانت هي تعاون انا شوف كانت الناس الثانيين لهذا جيت اشكر كانتها لهذا جيت اشكر كانتها ولا وين شوف فيها كانتي زي هلال العيد نشوفها بس انا كان مره بس جيت قعمز ثواني وتنوض حتى تطست الشاهد تصدها تشرب طاسة المية وتلوحها في الكوزينة وتطلع هذا دليل على انها شيء بين علينها خامرة وبايلة وما تنفعش هذا تقدر تديرها في حوشهم اكيد كانت تقدر تديرها ما عادش تدير فيها ما كانت بتربي في حوشهم راه ما تديرهاش هذا كله انا مرتحت وعاونت خذ بنت خالتك مريم خذها ثانية خذها عليها اسمع مني ليه خذها اشرح لك برا اولادي خذ خذ شنو نتجوز عليها يا عم حتى انت سالفة بالله معقول طب انت ابوي يتجوز عليك حتى هي بنات ما تحس راه في الاخير قصدي لا مني ابوك ياخذ عليا تبني مصدر من الحوش بعدين الحوش حوشي لكن انت اللي فوق لا هو اللي فوق انت هو حوشي حق قلبي هو باسمي كل الحوش خذ الثانية انا قلت لك خذ الثانية اسمع كلام امك ما تسمعش كلام مرتك تانية بنت خالتك مريومة انا مقتنعة بنت خالتك مريومة ايوه وطبعا ندير لك سندوتش زحمة ندير لك حاجة ندير عليها غادي في المطعم واحد مفتح لك طريق في راسك امشي عليها غادي امشي عليها غادي صحيحكم